الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يتواصل الكلام بحمد الله عز وجل أحبتي في هذه الدروس وفي هذه السلسلة المتواصلة في هذا الشهر الكريم المعنون بقصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر ما قلناه مرارا في هذه الدروس المتواصلة أننا نذكر هذه القصص لا للتسلية أو للتفكه أو الاستمتاع وتشنيف الآذان بسماع القصص، إذ أن النفوس تحب سماع القصص، لكن ما جئت لأقص عليكم إنما هذه القصص أو هذه الدروس الغاية منها هي أن يبرز الإنسان هذه القدوات وهذه الصفحات المشرقة، ليتأسى الإنسان بهؤلاء النفر الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأمرنا باتباع هديهم كما قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل الجميع يحبه والجميع يذكره في كل يوم وليلة، يذكره الناس في مشارق الأرض ومغاربها، يذكرونه إذا أقبلوا على الصلاة، يذكرونه إذا سمعوا المؤذن وهو يصدح بقوله: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الصحابي الجليل وهو أول مؤذن في الإسلام وحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، مبشر بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض، كان عبدا أسودا مملوكا يباع ويشترى، فبعدما خالط الإيمان بشاشة قلبه أصبح منارة من منارات الهدى وعالما من أعلام الإسلام وراية يقتدى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلما حقيقة قرأ الإسلام قرأ الإنسان سيرة هذا الصحابي الجليل أو من أمثاله من المستضعفين يقفز إلى ذهنه قول القائل: لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب، قد رفع الإسلام سلمان قد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل على أبيض على أسود، فلا فضل لأبيض على أسود، ولا لعربي على أعجمي، ولا لذكر على أنثى، ولا لغني على فقير، إلا بالتقوى. هذا قلناه مرارا وتكرارا ولا زلنا نردده، أن الفضل وأن ميزان الله تبارك وتعالى التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال ابن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو صاحبنا في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق اليسيرة. بلال رضي الله عنه وأرضاه ارتبط اسمه بالأذان، بهذا النداء الخالد الذي يصدح به المسلمون المؤذنون في مشارق الأرض ومغاربها منذ ما يزيد على 1400 سنة، والمنارات للمساجد في دنيا الناس يصدح فيها المؤذنون: حي على الصلاة حي على الفلاح، ويصدحون بشهادة التوحيد ويثنونها بشهادتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في كل يوم وليلة 5 مرات على مدى هذه القرون الطويلة. كلما سمعنا الأذان تذكرنا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، أول من صدح بالأذان. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مؤذنون، عنده بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه صاحبنا في هذا اللقاء، وعنده عبد الله ابن أم مكتوم الرجل الأعمى
رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عاتبه ربه فيه، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعنده أبو محذورة صاحب الصوت الجميل الندي الشجي الذي بعد فتح مكة كان بلال يؤذن، فمر أبو محذورة مع نفر له وكانوا لا يزالون مشركين، فكانوا يتندرون يعني كما نقول بين قوسين يطنزون، يقلد الأذان ويتندر فيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه قال تعال تعال، فمسح على صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له، فما رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده من على صدر أبي محذورة إلا وشرح الله له لصدره الإسلام، فشهد شهادة الحق ودخل في دين الله. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فأصبح مؤذنا، وكان من أجمل الناس ومن أندى الناس صوتا رضي الله عنه وأرضاه. إذن بلال هو إمام المؤذنين، وبلال هو سيد المؤذنين، وبلال هو أول المؤذنين رضي الله تعالى وأرضاه عن بلال. من هو بلال؟ بلال ابن رباح الحبشي، كان عبدا مملوكا أخذ من الحبشة ويعني تملكه أو تملكته، كان عبدا عند أمية ابن خلف الجمحي، هذه القبيلة ملكت والد بلال رضي الله عن بلال رباح، كان مملوكا عندهم. يقال من جملة السبي الذي جاء أمه حمامة، وكانت والله أعلم من صحة ذلك كانت أميرة في قومها، ولكن الدنيا دول والله سبحانه وتعالى في كل يوم هو في شأن. كم من الناس كانوا ملوكا فغدوا عبيدا، وكم من الناس كانوا عبيدا فغدوا أحرارا وأمرا، يعني وما المماليك عنا ببعيد. المماليك الذين حكموا مصر لفترة من الزمن، لمنهم قائد سيف الدين قطز والقائد بيبرز، هؤلاء القادة الكبار الذين يعني لهم أيادي بيضاء ولهم فضل على هذه الأمة، وما معركة عين جالوت عنا ببعيد التي كسر بها المماليك في مصر، كسروا بها التتار، وكانت معركة فاصلة بعد سقوط بغداد، لو سقطت مصر لا ذهبت بيضة المسلمين، آخر قلعة وآخر معقل للإسلام له شوكة في مصر، فتصدى لهم المماليك بتوفيق الله لهم، وقادهم مملوك وهو سيف الدين قطز القائد الشهير الكبير. فهؤلاء مماليك، وذلك تعرف هذه الدولة بدولة المماليك. إيش معنى المماليك؟ كانوا عبيدا أرقاء، أسروا ثم أصبحوا رقيقا ثم بعد ذلك عتقوا. فالعبد إذا عتق يكون مولى. إيش معنى مولى؟ أي أن ولاءه، لأن حر خلاص حر، لكن ولاءه لسيده، يعني لو توفي هذا العبد المولى، الآن أصبح لو توفي هذا المولى وليس عنده ورثة يعود ميراثه لمن أعتقه. ولذلك يقول الناظم في المواريث قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدها للمواريث سبب. فأسباب الميراث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. النسب واضح، الابن يرث أباه والأب يرث ابنه، وهذا النسب واضح. والنكاح الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، والولاء بالولاء يأخذ ميراثه بالولاء، يكون عبدا ثم يعتقه فإن توفي وليس عنده ورثة يعود ميراثه لمولاه من كان صاحب الفضل عليه. إذن كان بلال رضي الله عنه وأرضاه أبوه رباح كان مولى، كان عبدا ليس مولى، لم يعتق، كان عبدا عند أمية ابن خلف الجمحي عند قومه بني جمح، ثم
تزوج حمامة أم بلال وأنجب رباح بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا تستمر هذه العبودية، لأن إذا لم يعتق أبوه فتستمر العبودية في أبنائه، يستمرون في أبنائه إلى أن يعتق. فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه عبدا عند أمية بن خلف الجمحي، وهذا أمية كما تعلمون من صناديد قريش ومن الذين بارزوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة ووضعوا العراقيل، وكانت وطأته شديدة على الإسلام والمسلمين، من سادات قريش من بني جمح. فعندما كان بلال رضي الله عنه، طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال لكونه يعني يخدم أسياده عبدا عندهم فيخدمهم ويقوم على حوائجهم، فيسمع هذه الاجتماعات التي تقع عند في بيت أمية، وعد سيد من سادات قريش، يجتمعون عنده نفس الديوانية شلون يجتمعون عنده ويتكلمون ويتباحثون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لتوها قد ظهرت وأتى بدين جديد، وما هي السبل، ما هي الطرق لصد هذه الدعوة إلى آخره. فكان يستمع بطبيعة وظيفته ومنزلته، فكان يستمع لما يقولون، فكان يستغرب، يعني هم يثنون عليه، يعني هم هؤلاء كفار قريش يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته، كما تعلمون مكث في قومه 40 سنة، كان يعرف بالصادق الأمين، وكانت أمانات قريش عنده، لا تكاد أن تجد رجلا أمينا في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب أخلاق فاضلة، صاحب نسب عريق صلى الله عليه وسلم، جده سيد مكة بلا منازع، لا أبو سفيان ولا أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة ولا أمية بن خلف أبدا، ولا عقبة بن أبي معيط، لا أحد يتكلم في حضرة عبد المطلب سيد البطحاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتخر به، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يأتيه الرجل من طي، من طي، جبل طي في بلاد حائي الآن، بلاد شمر، يأتيه الرجل من تلك البلاد، شيخ كبير، يدش عليه دعوم في المسجد ويقول، يتوطأ بعصاه في المدينة بعدما هاجر، يقول أين ابن عبد المطلب، يرفع صوته حتى دل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو ابن عبد المطلب، قال أنت ابن عبد المطلب؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسأل، ثم أسلم بعد ذلك، القصة المعروفة. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان من النسب الشريف العريق ما يحترمه كل واحد. فكان بلال يسمع ثناء يعني الكفار، ومنهم سيده أمية بن خلف، وفي المقابل يذكرون دعوته وأنه أتى بدين جديد ويطلب توحيد أن الإنسان يفردون الله عز وجل في العبادة وإلغاء الآلهة. فبدأ الإيمان يدب إلى قلبه رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن شرح الله صدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشهد شات الحق. طبعا في مثل هذه الأجواء، وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وسيده هذا الخبيث المجرم أمية بن خلف الجمحي، استشاط غضبا، فأخذ بلالا وجره على رمضاء مكة، بطحه على رمضاء مكة على الصحراء، ومكة تعرفون مكة، مكة يعني قريبة من جو الكويت، مناخ الكويت حارة جدا، إنها واد، كما قال إبراهيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى إبراهيم في سورة إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، واد ويحيط بها الجبال، وهذا معروف إلى الآن، من ذهب إلى مكة ترى في واد، وهذا مما يزيد في حرارتها وقلة هوائها. فكان بلال رضي الله عنه وضع، بطح على رمضاء مكة في حر الظهيرة، وقد شدت يداه وشدت رجلاه بالرماح رضي الله عنه وأرضاه، ثم نزل عليه هذا الخبيث جلدا بالصياط رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمر بوضع الحجارة على صدره وهو لا يزيد من قوله أحد أحد، لا والد ولا ولد،
سبحانه وتعالى، وهم يزدادون حنقا عليه وغيظا كلما ازداد بلال صلابة وثباتا على موقفه. جل المستضعفين الذين عذبوا في هذه الأثناء، لأن كانوا قلة، كانوا 6 نفر بس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه، يمنعه أبو طالب، أبو طالب همه بسيط، لأن بني هاشم إخواني لهم مكانة، هم صفوة الصفوة، قريش صفوة العرب، بنو هاشم صفوة قريش، ولذلك كانت لهم مكانة عند قريش. فأبو طالب كانت له كلمة مسموعة، ولذلك لم يتجاسر المشركون يعني بشكل من لم يكشروا عن أنيابهم وأن يتعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإذاء الجسدي إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. ما كان أحدهم يجرؤ أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر، يعني كضرب أو إيذاء في وجود عمه أبي طالب، ولذلك كان يحوطه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه يدافع عنه، أبو بكر كانت قبيلته تمنعه، بنو تيم، لكن المستضعفين مثل صهيب، عمار بن ياسر، أمه سمية بنت خباط، بلال الحبشي، عبد الله بن مسعود، هؤلاء المستضعفين من معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما شددت قريش من وطأتها على هؤلاء المستضعفين أنزل الله تبارك وتعالى لهم رخصة، فقال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني إذا أكرهت خلاص، ضربت، جلدت، عذبت، لا تستطيع أن تصبر، فلتطاوعهم على ما أرادوا، حتى لو طلبوا الكفر أكفر في الظاهر، لكن بشرط أن قلبك يكون مطمئن بالإيمان. ولذلك وجد هؤلاء السابقين الأولين رضي الله عنهم أرضاهم كعمار، عمار أجابهم رضي الله عنه، لأنه يعني وضع في موقف حرج جدا، صعب، مؤلم، جيء بأبيه الشيخ الكبير ياسر، وجيء بأمه سمية بنت خباط أمامه المرأة الكبيرة، هذا أمر يعني مؤلم. فأخذ الخبيث فرعون هذه الأمة أبو جهل يجلدهما جلدا دون رحمة ولا هوادة، بالإضافة إلى تعذيبه هو بنفسه، يعني بعمار، لكن كان يتحمل، يصبر، يثبت، لكن لم يتحمل ولم يطق أن يرى والديه أمام عينيه يعذبا. فلذلك قيل له أكفر، فقال رضي الله عنه أرضاه كلمة الكفر، وبكى بعدها حزنا وتألما كيف يقولها. ثم ذهب مسرع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فهدأه عليه الصلاة والسلام وقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد، شتوبت الله عز وجل يعني تجاوز عنكما ما أنتما فيه. طبعا هذه فائدة أخواني، بعض الناس يتوسع، بعض الناس الآن في وظيفته لو يحصل أدنى إشكالية شوي، لو تروح منه بعض المميزات في سبيل مثلا، يقول لك: والله أنت ملتحي، ولا أنت ثوبك قصير، ولا أنت إنسان صاحب مسجد، تجد عرض البعض يقول لك: يا أخي نزل بيني بلاء، يا أخي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يا أخي وين أنت من هؤلاء؟ يضربون، يعذبون، يجرون. عمار بن ياسر أمام عينيه طعنه فرعون هذه الأمة الخبيث لعنه الله، أبو جهل طعن أمه في مكان عفتها، أمر صعب مؤلم، صبروا. لذلك أقول إخواني، لا يتوسع الإنسان بمجرد والله مثلا قال: تعال يا أخي، طيب قالوا لك والله مثلا قالوا لك: أنت والله لابد أن تفعل كذا وكذا، لابد أن تترك الصلاة في المسجد، لابد أن تترك كذا من السنن، لابد أن وإذا قلت له: شو يصير فيك؟ بذبحونك؟ قال: لا والله، بس ممكن يخرون عني كذا وكذا، ممكن يشنون عني. يا أخي تثبت أمر الجحيم، لابد أن تثبت،
إذا لم تثبت أنت من الذي سيثبت؟ إذا لم تثبت أنت يا من تدعي الدين والالتزام من الذي سيثبت؟ الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة الذي خلد الله اسمه رضي الله عنه وأرضاه عندما دعاه الخليفة المأمون ثلاثة خلفاء من بني العباس تناوبوا على تعذيبه محنة الإمام أحمد المعروفة في خلق القرآن محنة عظيمة وثبت الإمام أحمد كالجبل جاءه بعض العلماء أجابوا قالوا بخلق القرآن على اعتبار أنه إلا من أكره وقلب طول مش يسوي بعد وهو في السجن كان يجلد يجلد ومن أقبح أفعال المعتصم شوفوا المعتصم الخليفة العباسي هذا الشجاع الذي تغنى الناس به ومعتصماه ومعتصماه انطلقت بالأفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم ولكنها لم تنامس لخوة المعتصم الذي فتح عمورية معتصم معروف من أقبح أفعاله غفر الله له أنه جلد بيده الإمام أحمد كان جاهلا هؤلاء ابن أبي دؤاد وهؤلاء المبتدع الضلال من الجهمية وأذناب الفلاسفة كانوا قريبين من السلطان فأوغروا صدر المعتصم لأنه جاهل خليفة ما يعرف شيء في الشرع يستمع لهؤلاء وصوروا الإمام أحمد أنه إنسان يبي يغير الدين وإنسان يبي يشبه رب العالمين بالمخلوقات وكلام المعروف للمبتدعة فجلده بيده هذا من أسوأ ما فعل المعتصم غفر الله له المهم قيل للإمام أحمد وهو في السجن تحت هذه الوطأة يعذب يجر بالسلاسل إمام أهل السنة والجماعة قيل له يا أحمد لو أجبتهم قل لهم اللي يبون يا أخي شاب منك القرآن مخلوق يا أخي قل القرآن مخلوق وانتهينا وانت في نفسك أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فقال انظر فنظر من نافذة السجن وإذا بالناس وطلبة العلم قد أخذوا بالإداوة والقرطاس كل واحد الآن ينتظر ألوف ينتظرون كلمة الإمام أحمد ما يقول إن قال مخلوق خلاص مخلوق قال يعني إذا قلت فلمن هؤلاء فلذلك أهل العلم قعدوا قاعدة قالوا في بعض الأحيان لا يسع الإمام أو العالم أو الصالح أن يأخذ بهذه الرخصة سيضيع الدين ثبت الإمام أحمد ولم يقل بخلق القرآن الكريم وجلد وضرب وسجن ومنع وعودي ثم بعد ذلك فرج الله عليه في زمن الواثق أظن في زمن الواثق لم أكن واهما فرج الله عنه وخرجت ارتفعت راية السنة مرة أخرى خفاقة وخرج الإمام أحمد مثل الذهب الذهب الآن لما يطلعونه من المناجم شكون يكون مخلوط ذهب ومعادن وصخور كيف يصفى الذهب يعرض على النار كلما أعرضته على النار ازداد بريقا ولمعانا وصفاء كذلك الإمام أحمد خرج من المحنة كالذهب أشد صفاء وبقي ذكره إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه فهنا بلال كذلك استجاب فلان فلان حاولوا ولو لمرة واحدة أن يكفر تحت وطأة العذاب أبدا ولو كفر في الظاهر ليس عليه حرج بنص القرآن الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكنه رضي الله عنه وأرضاه ما أراد أن يشمت أعداء ما أراد أن يشمت أعداء المسلمين الكفار أن يشمتوا بالإسلام المسلمين مثله مثل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذين أسرهم الروم أسرهم الروم وحاول ملك الروم أن يفتن هذا الصحابي فماذا فعل؟ جعله في زنزانة انفرادية ومنع عنه الأكل والشرب ثم قدم له الخمر والخنزير فلم يأكل ولم يشرب مع أن له رخصة ولا ما له رخصة له رخصة إلا ما اضطررتم إليه فلو أكل من الميتة لا شيء عليه
هذا بنص القرآن الكريم، ولكن لم يأكل. فسئل، قيل له اسأله الجنود، قال ليش ما كليت وانت هذا؟ قال أما إنكم يا أعداء الله تعلمون أن لي رخصة، ولكن لا أحب أن تشمتوا في وفي الإسلام. حاول أسلوب آخر، أتوه أدخلوا عليه أجمل الجميلات، شوف الأخباث، ليفجر بها، فلم يلتفت إليها. خرجت هذه المرأة وأصيبت بالخبل، قالت أنتوا أدخلتموني على بشر أم على حجر، رضي الله عنه وأرضاه. شوف الانتصار على النفس. والآن الناس يلهثون وراء الشهوات الدنيا في 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 المشارق الدنيا ومغاربها، يغوص في البحر ولا يطير في الطيارة، شقه عليه يفعل كذا وكذا والعياذ بالله، وهذا تأتيه إلى مكانه ويركلها، رضي الله عنهم. فجيء به ملك الروم، يعني استطاط غضبا عليه، لماذا لم ينكسر؟ جعل القضية إلا أن يكسر هذا الصحابي. جعله، جيء به مع مجموعة من الصحابة، وجيء بأمر بالقدور العظيمة، وضع فيها الزيت، بلغ الزيت درجة الغليان، ثم رمي أمامه صحابيا في هذه الجدور التي تغلي. شو الفتنة العظيمة، ما تقول لي دوام، قالوا لي سو كذا، والله أنا الحين مو مفتون. شو الفتنة العظيمة، صلى الله السلام والعافية. فرمي هذين الصحابين، رمي هذان الصحابيان، فما هي إلا ثواني، فطفعت العظام والشعر على سطح هذا الزيت، انسلخ اللحم من العظام. طبعا موقف رهيب. فبكى هذا الصحابي، ففرح ملك الروم يظن أنه بكى خوفا، فقال ما يبكيك خوفا؟ قال لا والله، بكيت أنني كنت أتمنى أن لو أن لي 100 نفس تقتل في سبيل الله. طبعا هذا الرجل احتار في مثل هذا الإنسان، هو يريد، هو سهل أن يقتله، ولكن كاب عظم أصبح تحدي، يريد أن يذله، أن يكسر هذه الإرادة، ما يبي قتله ولا يقدر قتله، لكن يريد أن يشبت به، أن يكسر إرادته. فقال له أخيرا، جرب سبل متعددة، فقال له أخيرا أتقبل رأسي، يقول له ملك الروم أتقبل رأسي وأطلق سراحك؟ حتى هذه ما يازت له. قال وصراح جميع المسلمين، جميع الأسرى؟ قال نعم. فجاء وقبل رأسه فأطلق سراحه وصراح جميع الأسرى. فعندما عاد إلى المدينة في خلافة عمر استقبله عمر، وبعد أن ذكر له القصة، فقام عمر وقبل رأس هذا الصحابي إكراما له، وقال حق لكل مسلم أن يقبل رأسك. نماذج، نقول قصص نماذج عظيمة، قمم شامخة، رضي الله عنهم وأرضاهم. بلال لم يستجب لمثل هذه الأمور، ولذلك كانوا، يعني يقول عبد الله بن مسعود قال أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد بن الأسود. 7 جلهم مستضعفين، بس شيل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. قال عبد الله بن مسعود فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم عمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد مستضعفين. قال فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، تفننون في طرق التعذيب، وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوه إلا بلالا. يعني كلهم قال نكفر تحت وضع التعذيب بعد أن نزلت الرخصة من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا بلال لم يأخذ بهذه الرخصة. قال هانت عليه نفسه وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان،
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، يعني طوقوه، شوف الأخباث، وضعوا في عنقه القيد وأعطوه الصبيان يلعبون به، ويجر في طرق مكة ويرمى، هذا يدفعه وهذا يجلده وهذا يرميه وهذا يركله رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت، ثابت كثبوت الجبال رضي الله تعالى عنك يا بلال، وهو يقول أحد أحد، لا والد ولا ولد رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نقول إخواني هذا الثبات الذي كان من بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشتدت وطأة الكافرين على المستضعفين، أخذ بعض الصحابة الذين عندهم مال كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يعتق ما استطاع، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المستضعفين ولكن لا يملك لهم شيئا عليه الصلاة والسلام، يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبر صبرا، جلدة جلدتين ثلاث أربع خمس، تعذيب بسيط ولكن الموعد الجنة. ذهب هذا العذاب وثبت الوعد لهم أن موعدهم الآن الجنة، هم يتبحبحون في نعيمها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قيل لبلال رضي الله عنه وأرضاه، قيل يعني يا بلال كيف صبرت على العذاب، كيف يعني عذاب لا يطاق ومن حولك؟ هذا إخواني مما يزيد الضغوط النفسية على الإنسان إذا رأى أن من حوله ومن معه استسلموا، صح، هذا يفت في عضده ويحبط من معنوياته، لو رأى ما من حوله ثابتون يثبت معه، لكن يرى أن من حوله يتساقطون، عمار أجابهم، صهيب أجابهم، المقداد أجابهم، هذا مما يفت في عضده، ومع ذلك ثبت. فسئل عن ذلك قال كيف ثبت يعني، ما هي الخلطة السرية؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه قال مزجت حلاوة الإيمان، مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. شوف الكلام الجميل، يعني يقول قارنت حلاوة الإيمان وبرد اليقين الذي وجدته في قلبي في مقابل العذاب صياط، وبس أول صوت ترى، أول طقة تحس، ثاني طقة خلاص يموت الجلد كما يقول لي بعض الأخوة اللي يلعب بعض الألعاب القتالية، يقول هذا الكلام، فيقول فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. وهذا إخواني الذي يهون على العباد هذا الأمر، أنتم الآن، أنتم بارك الله فيكم في هذه الليالي التي نحن فيها الآن، سأل الله الإخلاص والقبول، كلنا شعرنا بشيء من التعب، صح، وكلنا ربما لم ينم في هذه الليالي إلا سويعات يسيرة. طيب تقوم أنت تقريبا لساعتين أو أكثر ويطيل الإمام، وعلى ما أنت عليه من التعب وقلة النوم، هذه مشقة، ما الذي يصبرك عليها؟ حلاوة الإيمان، أليس كذلك؟ بلى، عندما قارنته، بل غالب المسلمين يودون والله العظيم لو استمر رمضان طيلة العام ما عنده مشكلة، لما وجد من حلاوة الإيمان، تعب صايم والرج ناشف والمعدة خاوية وتعب وتتفطر القدمين، يعجز الإنسان، ولكن يشعر بلذة، يشعر بأن الأرواح قد سمت ارتفعت، فهانت عليه مرارة العذاب، هانت عليه مرارة وألم العبادة. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مر على بلال وهو يعذب، فتألم له عليه الصلاة والسلام، فأتى عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وذكر له بلال وعرض به، عرض به يعني مثل ما نقول بالعامية، وأنا ما أحب أتكلم بالعامي لكن حتى نقرب المعنى، بين قوسين يعني قط على أبي بكر نقزة، لأن أبي بكر صاحب مال، فقال له يا أبا بكر إن بلالا يعذب، يعني إيش معنى الكلام؟ يعني إن استطعت أن تشتري فاشتر، هذا معنى الكلام، قال إن بلالا يعذب، فما من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الخبير بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فمه طائرة رضي الله عنه، لأنه ذهب
وباع من ماله ثم أتى إلى بلال وهو يعذب، فقال لأمية: أتبيعني بلالا؟ فقال: بكم؟ قال: أنت قل بكم. قال: بخمس أوقيات من الفضة، هذا مبلغ زهيد ترى. فقال أبو بكر: قبلت. فقال أمية، شوف الشيطان سبحان الله كيف يتكلم على سنة هؤلاء الأخباث، يظن أنه الآن قد أنجز شيئا، يقول لأبي بكر: والله لو أردته بأوقية لبعتك إياه، يعني لو بغيت شقول ثمن زهيد لبعتك إياه ليعرف قدره الحقير. فرد عليه أبو بكر ردا مفهما، قال: والله لو أبيت إلا 100 أوقية لدفعتها إليك. نوع من إعادة الكرامة لبلال، أو حقير عندك، أنت حقير، أنت حقير، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أنت الحمار أكرمكم الله، الحمار الدابة البليدة تضرب فيها المثل بالبلادة والحماقة، الحمار خير منك. فقال: لو أبيت إلا 100 لدفعتها إليك. فألقى عليه 5 أوقيات وأخذ بلالا وحرره. لأن أبو بكر اشتراه، يعني أصبح الآن عبدا عند أبي بكر، لكن مباشرة أبو بكر أعتقه لوجه الله، قال: أنت حر لوجه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دون جزاء ولا شكر. ولذلك طبعا المفسدون المشركون عندما يرون هذه التضحيات من أبي بكر أرادوا أن يعكروا الأجواء، قالوا: إيه أبو بكر في الأصل ما فعل هذا الأمر إلا لخدمة ولمعروف عليه لبلال، يعني أبو بكر لأن يرد المعروف لبلال سواله في السابق، أي معروف يعني يسوي بلال لأبي بكر، وين بلال وين أبي بكر رضي الله عن الجميع، هذا كان مملوكا في خدمة سيدي، وأبو بكر سيدا مطاعا رضي الله عنه وأرضاه، فأي خدمة يرجوها أبو بكر قبل ذلك من بلال؟ ولذلك نزلت آيات من السماء في تبرئة أبي بكر من هذه التهمة أنه أعتق بلالا لا ليد لبلال عليه ولمعروف يرد ليا، لا، إنما ابتغاء وجه الله. قال الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف يرضى، ما الذي يرضى؟ أبو بكر. مر معنا في سيرة أبي بكر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا، كل واحد قدم شيء للدين من الصحابة يعني نصرة وكذا كفأنا بمثلها وأحسن، إلا أبو بكر ما وفيناه حقه، وسيوفيه الله حقه في ذلك اليوم العظيم في جنات النعيم. إذن هذا هو إسلامه على يد الصديق الأكبر واعتقه رضي الله عنه وأرضاه. الله تبارك وتعالى يغضب لغضب بلال، كبيرة هذه ترى، عظيمة، منقبة كبيرة لبلال. الله جل في علاه رب الأرباب وملك الملوك يغضب لغضب بلال ولغيره من المستضعفين. الدليل عن عائذ بن عمرو أن أبو سفيان ابن حرب أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، يعني مر عليهم، شاف سلمان فارسي، صهيب الرومي مستضعفين، وبلال حبشي، ونفر من المستضعفين، فقالوا هؤلاء النفر من الصحابة قالوا لأبي سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها، يعني هذا إلى الآن وهو لا يزال حيا ما طالته سيوف جند الله تبارك وتعالى في كل الغزوات التي خاضها. قالوا هذه الكلمة عن أبي سفيان، فقال أبو بكر وقد سمعهم ما قالوا عن أبي سفيان، قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني أنزلوا الناس منازلهم، يعني مهما كان هذا ما هم منكر، هذا أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية سيد مطاع،
كيف تقول هذا الكلام عنه؟ فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال يعني مر أبو سفيان وقال صهيب وبلال وسلمان والمستضعفين، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله، وقلت لهم ما قلت لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أو لعلك أغضبتهم، أخاف بس أنك ضايقتهم المستضعفين. أي أبو سفيان رضي الله عنه بعدما أسلم، احذر أن تغضب هؤلاء المستضعفين كبلال رضي الله وعلى رأسهم بلال. قال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله يغضب لغضب هؤلاء. سمع أبو بكر هذا الكلام طبعا خاف رضي الله عنه، فذهب مسرعا إلى هؤلاء المستضعفين بلال ومن معه، فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ ضايقتكم أنا؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. خلاص ما صار شيء، ترى انتهت القضية. إذن هذا فيه دليل أن الله تبارك وتعالى يغضب لهؤلاء المستضعفين الذين على رأسهم وسيدهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العجيب من مناقب بلال أن الجنة سلعة الله تبارك وتعالى إخواني، بما فيها من نعيم مقيم وسعادة أبدية لا يخطر على بال بشر. هذه الجنة بنعيمها تشتاق لبلال. تأمل، ليس بلال هو الذي يشتاق للجنة، هذا طبيعي، الجنة تشتاق لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وبلال بن رباح. الجنة تشتاق له، تأملها، تدبرها جيدا، الجنة تتزين وتشتاق لهؤلاء النفر، أي مكانة وأي درجة هم وصلوها عند الله سبحانه، وأي مقام علي رفيع عند الله سبحانه وتعالى، أن الجنة اشتاقت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ضمنهم بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشره الجنة وهو لا يزال حي، وهو لا يزال بلال حيا يرزق يدب على هذه الأرض، مبشر بالجنة من قبل الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم، قال لبلال عند صلاة الفجر، كان مؤذنه وهو الذي كان يعلمه بقدوم الصلاة، قال له: يا بلال حدثني، شوف الكلام الذي فيه دفء وحنية بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: حدثني يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، ما هو أفضل عمل أنت تعتقد يا بلال أنك فعلته؟ حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني، يقول هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت دفن عليك، رواية الأخرى خشخشة عليك، يعني صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أقره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: بهما، أو بهذا، يعني ما يعبر عنه الفقهاء ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، أول من سنها بلال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر من السنة التقريرية، إذن هي من السنة أن أقر، قال: بهما، إذن هذه سنة الوضوء. يقول بلال: ما توضأت وضوء لا في ليل ولا في نهار إلا صليت ركعتين،
شوف هو عمل يسير، ربما واحد يقول يعني كان يظن قبل أن يجيب بلال، أنا أجزم الذي لم يعرف الذي لم يكن يعرف هذا الحديث أقطع أنه لم يدر بخلده هذا العمل. صح عندما قاله أخبرني بأرجع عمل عندك في الإسلام، ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك فيها. متبادر الذهن جهاد في سبيل الله، إنفاق، بر والدين، قيام ليل، صوم، ما دار في خلدنا هذا العمل الذي ربما يستصغره كثير منا. صلاة ركعتين كلما توضأ، كل ما توضأ يصلي ركعتين، حتى وإن كان في أوقات النهي على الصحيح من أقوال العلم، إذ أنها تعتبر من ذوات الأسباب. إذن بشر بجنات النعيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لا يزال يدب على هذه الأرض. طبعا بلال كما تعلمون كان من السابقين الأولين في الإسلام، أبلى بلاء حسنا في الصبر والثبات كما سمعتم من أخباره رضي الله عنه وأرضاه. هاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع المشاهد. من فضائل بلال ومناقب بلال العظيمة التي أصبحت لصيقة له كما قلت في بداية هذا الدرس، الأذان. ما سمعنا الأذان إلا وتذكرنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان يصدح بالأذان إذ أنه أول مؤذن. ما قصة الأذان؟ عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، طبعا ما كانوا يؤذنون في مكة، ما في مجال، كان الناس يعني يأتون قبل وقت الصلاة بزمن فينتظرون، ما في شيء، ما في علامة، يعني ما في أذان، ما في إخبار، واحد جالس مثلا في بستانه، في دكانه، في بيته، في ضيعته، في عمله، يقول كأن الآن اقترب، ولا في ساعات، ينظرون إلى الشمس وظلها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتحرون، يتحينون أوقات الصلاة. هذا الأمر لا شك أنه يوقع اضطرابا، يوقع شيء من المشقة. ممكن تأتي أنت الآن تترك العمل وتنتظر ساعة، ساعة ونص، ما في ضابط معين. فقال بعضهم لبعض لو اتخذنا شيئا يعلمنا الأذان، فقال بعضهم نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى. النصارى الآن شوف الكنائس كيف يدقون النواقيس للصلوات، قالوا نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، إذا دقه حامله سمعه الناس ثم يأتون للصلاة. كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال لا، الناقوس للنصارى. قال طيب نتخذ بوقا، البوق المعروف يصدر الصوت المرتفع. قال لا، البوق، قالوا كبوق اليهود، قال لا، البوق لليهود. قال طيب نشعل نارا، واحد تكون هذه وظيفته، يشوف أعلى مرتفع في المدينة جبل ولا بنيان، إذا جاء وقت الصلاة أشعل نار عظيمة أشوفها من بعيد ويأتي الناس. قال النار للمجوس. طيب يزوي، قال خلاص نبعث رجلا إذا جاء وقت الصلاة نقول يا فلان يلا طف الآن على الناس فيه، لأن العدد محدود والمدينة صغيرة مهما كان، يعني طف على الناس الآن وأرفع صوتك، قل الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ليجتمع الناس. فرأوا أن هذا هو أنسب حل، فساروا على هذا الأمر، إلى أن رأى الصحابي الجليل عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، في واحد ثاني اسمه عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، هذا يختلف رضي الله عن الجميع. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة السبعة الذين نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، يقول وأنا نايم رأيت رؤيا، رأيت أن رجلا أتاني في النوم ومعه ناقوس، نفس ناقوس النصارى، فقلت له وهو في المنام يعني في الرؤيا، قلت له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ننادي به للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ الرجل في منامي كلمة، قال قلت بلى، قال قل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وساق له الأذان. سبحان الله، مع أن جمل كثيرة الأذان ويسمعها لأول مرة، لكن انحفرت في قلب هذا الصحابي. ثم قال: ثم تأخر عني، يعني في المنام رجع خطوتين هذا الرجل، وقال: ثم إذا أردت أن تقيم الصلاة فقل، ثم ذكر له الإقامة. فاستيقظ في الصباح عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وذهب مسرعا النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا، فقال: إنها رؤيا حق. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: قم فألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. قم فعلم هذا الأذان لبلال ليصدح به، فإنه أندى منك صوتا، صوته جميل. ولذلك يذكر العلماء في كتب الفقه في باب الأذان من كتاب الصلاة ماذا يقولون؟ يقول: ينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا، صيتا صاحب صوت مرتفع، أمينا بدخول وقت الأذان، صوته ندي شجي مثل صوت شيخ إبراهيم جزاه الله خير بارك الله فيه. فقال: ألقي إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فتعلمه بلال وخرج بلال يؤذن. خرج عمر رضي الله عنه أرضاه يجر ثوبه، عمر بن الخطاب، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما شو القصة؟ فأخبره برؤيا عبد الله بن زيد عبد ربه، قال: والله لقد رأيت الرؤيا نفسها. فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام، وتم هذا الأذان إلى يومنا هذا. طبعا الأذان له صيغ، أذان بلال هذا الذي معنا الآن اللي هو 15 كلمة، 15 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 15 كلمة، هذا أذان بلال. هناك أذان أبي محذورة وغيره اللي هو 17 كلمة. يقول علي ولي الله: يزيد عليها 15 كلمة هذه الترجيع. ما هو الترجيع؟ يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة. ثم يقول بصوت خافت، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا معنى الترجيع، يرجع شهادة أن لا إله إلا الله مرتين شوي شوي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، ثم يرفع بصوته. هذا ينبغي حقيقة للمؤذن أن يستخدم هذا مرة حتى تضيع السنة. هذا 17 كلمة، زدنا عليها كلمتين. هناك أذان ثالث، صفة ثالثة، 19 كلمة، يرجع شهادة أن لا إله إلا الله ويرجع شهادة أن محمدا رسول الله. نفس العمل، يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع بها صوته، وهذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأذان المشهور الآن اللي هو أذان المعروف الآن اللي هو 15 كلمة دون الترجيع. ومن الأخطاء في الأذان بالمناسبة، يعني أن ليس فقط في الأذان، إنما حتى في تلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، بعض الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مو بس في الأذان، حتى مثلا هو قاعد تلقى بيقولها، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. غلط، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن النون ساكنة وليست مشددة. أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله جعلت النون نونين، لأن الشد عبارة عن حرفين أدغما. تمعي؟ إيه؟ هذا لا سيما في الأذان، الأذان جمله توقيفية، ما تزيد حرف، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كقولك أشهد أنا لا إله إلا الله، لأن أن يعني نونين، لا ادغمها
قل أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، مو أن لا إله إلا الله، هذا خطأ شائع. أخذ بلال يصدح بهذه الجمل الخالدة وكأن الكون يجيبه رضي الله عنه وأرضاه. ولا يخفى عليكم ما لفضل المؤذنين عند الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، قال: من أذن 12 سنة، 12 سنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الله أكبر. قال: وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، قال: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. هنيئا لأخينا يغبط أخونا الشيخ إبراهيم على هذه حقيقة المنزلة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له أو ويشهد له كل رطب ويابس. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ذكرت لكم مناسبة أخرى قصة رجل توفي، يعني في زماننا توفي، أظن في منطقة جدة. فهنا في بشكل عام في منطقة المملكة وفي بعض البلاد، مو نفسه في الكويت في مغيسل لا، يغسلون الميت في بيوتهم. فيقول هذا المغسل، يقول: دعاني ابن هذا الرجل وقال لي: يعني أريدك أن تغسل والدي، قد توفاه الله. أتيت أقول للبيت، قلت: ما الوالد؟ قال: هو في الغرفة الفلانية. ذهبت وإذا قد وضع والده على دكة مرتفعة حتى يغسله. يقول: فجرته من ثيابه وبدأت أغسل هذا الشيخ. يقول: لاحظت ملاحظة شدت انتباهي، لاحظت أن في عنقه طول، يعني عنقه طويل، يعني طول ملفت للنظر. يقول: وأنا أغسل أنت بهذا الأمر. بعدما كفنا يقول: سألت ابنه فقلت: أخبرني ما حال أبيك؟ فقال: أو ما يعمل أبيك، ما يعمل أبوك؟ فقال: إن أبي كان مؤذنا لقرابة 40 سنة. فهذه لا شك أنه يعد له من حسن الخاتمة، نحسبه كذلك والله حسيبه. فلا شك أن الناس، أن يوم القيامة أطول الناس أعناقا المؤذنون. وليس هناك فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم فضل للإمام، يعني فضل للإمامة ما في، في حديث ولكن غير صحيح للفضل للإمام، إنما الفضائل ورد في المؤذن إلا اللهم قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. يعني ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يناسب وضع أن يكون مؤذن، يناسب أن يكون إماما. فما في فضائل ترى للإمام، الفضائل للمؤذن. ولذلك العلماء ساقوا هذه المسألة في كتب الفقه: أيما أفضل، الإمام المؤذن كمنزلة؟ لا شك أن فضائل المؤذن كثيرة وواردت بالنصوص الصحيحة على الإمام، إلا أن الإمام يعني لازم أدافع عن نفسي عاد شوي، طيب، إلا أن الإمام يعني له مزية أو فضل إن قام بهذه الأمانة التكليف وقام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ويعني دل على الخير، فالله المستعان. بلال رضي الله عنه وأرضاه، نختم بهذا، في يوم بدر، غزوة بدر الذي انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، تعلمون أن قتل قريش كانوا كثر، قتلوا كثيرا من صناديدهم وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة الخبيث لعنه الله أبو جهل، وأسروا أيضا كثير من صناديد قريش، فكان ممن وقع في الأسر أمية بن خلف. لنستمع ما يقول
عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف كان ممن شارك في غزوة بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة، وكان اسمي عبد عمر. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، فتسميت حين أسلمت بعبد الرحمن، حتى إذا كان يوم بدر مررت به بأمية بن خلف وهو واقف مع ابنه علي بن، يعني الأسرى واقف أمية مع ابنه علي ابن أمية بن خلف، آخذ بيده ومعي أدراع. يعني يقول لأن في الجهاد المقاتل له السلب، هناك غنيمة وهناك سلب. السلب إذا قتل يعني ممكن أحد المجاهدين يقتل قائدهم فيأخذ سلبه، ما معه من حلي وما معه من سلاح يأخذه له سلبه يكون. وهذا ممكن أن من 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 الخطط العسكرية التي يقوم بها القائد المسلم عندما يرى مثلا جيش العدو قوي ويريد أن يبث الحماسة في جنده، يعلن هذا الإعلان، يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، روح فلتجاهد، إما النصر أو الشهادة. فيقول عبد الرحمن بن عوف: أخذت أدراعا سلب لي حتى أبيعها واستفيد بعد انتهاء من المعركة. فمررت بأمية وابنه علي وأنا أحملها، فلما رآني أمية قال لي: يا عبد عمر، لأنه يعرفني قبل اسمي عبد عمر، قال: يا عبد عمر. قال عبد الرحمن: فلم أجبه. فقال: يا عبد الإله، يعني يا عبد الله. فقلت: نعم. قال: هل لك في، يقول: خذني عندك أسير، لأن أمية بن خلف يريد أن يكون أسيرا عند واحد يعرفه أحسن ما يكون عند واحد ما يعرفه، على الأقل هذا يعرف من هو ويعرف مكانته وبين رحم، فممكن أن ينفع هذا. قال: ما تبي أسير عندك أحسن؟ قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك، ايش تبي فيها؟ قطها، أنا سيد مطاع، أخذني عندك أسير، قومي سيعطونك الفدية التي تريدها. فقال: قلت: نعم. يقول عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف: قال: قلت: نعم. فطرحت الأدرع، شبيهة، فطرحت الأدرع من يدي، وأخذت بيده ويد ابنه، صيد يد وهو مع ولده، وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يقول يعني أمية بن خلف وهو واقف مع ولده والمسلمون يمرون على ما حد يأخذه، يقول: ما شفت يوم بحياتك هذا اليوم، يفترض أن الأسرى تتسابقون عليهم خصوصا السادة في قومهم. قال: أما لكم حاجة في اللبن، يعني أن ممكن أن يفتديني قومي بمئة من الإبل، ما تبون لبن أنتوا؟ يقول لهم. قال: أما لكم حاجة في اللبن؟ قال: ثم خرجت، لأن قال: ثم خرجت أمشي معه. خذ أمية وخذ ولده أسيران عنده. قال رضي الله تعالى عنه وأرضى عبد الرحمن بن عوف، قال: يقول لي أمية بن خلف، قال: يا عبد الرحمن، من ذلك الرجل المعلم بريشة على صدره؟ من هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ذاك حمزة بن عبد المطلب. ما عرفت هذا؟ فقال أمية بن خلف: ذاك الذي فعل بنا الأفاعي، بدر، يوم بدر لحمزة رضي الله عنه، أسد الله. قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعي. قال عبد الرحمن وأنا أقودهما ساحبهم: إذ رآه بلال معي اللي كان يعذبه في مكة، قال: وهو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد، فيقول بلال: أحد أحد. فلما رآه بلال صاح بلال بأعلى صوته، قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، يا أنا يا أهو. قال: قلت: أي بلال، أبي أسيري، خلهم خلاص، الأسرى عندي الآن، انتهت الحرب. بلال كما نقول بالعامية غيم، ما يشوف ولا يستمع لكلام عبد الرحمن بن عوف. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا نجوت إن نجا،
فقلت وهو يكرر بلال ويصرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر، الآن بدأ يهيج الناس عليه، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. قال فأحاط بنا عبد الرحمن العوف، ماسكهم الآن ثلاثهم ايش يسوي، هيجهم بلال وأحاطوا كإحاطة الإسوار بالمعصم، طوقوه طوقا وشهرت السيوف. قال فأحاط بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه وأدافع، أقول تركوا خلاص عندي هذا الآن. فقال فأخلف رجل السيف، أخرج السيف فضرب رجل ابنه فوقع في الأرض، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت له، يقول ابن عوف الآن أنجو بنفسك خلاص القضية حمل وطيس ما أقدر أسوي لك شيء. قال أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن يقول، الحين عبد الرحمن فلس لا من الأذراع ولا من الأسير، فقال عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أذراعي وفجعني بأسيري، يعني يقول لا أنا اللي من الأذراع ولا أنا من الأسر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخيرا من مواقف الخالد عندما دخل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم دخلها فاتحا بعشرة آلاف مقاتل، جيش جرار عرمرم، سبحان الله إخواني هذا موقف مهيب، فتح مكة قبل عشر سنوات فقط، قبل عشر سنوات خرج صلى الله عليه وسلم طريدا خائفا مختبئا في غار حراء مع الصديق الأكبر، عشر سنوات، ترى عشر سنوات لا شيء في إعداد الأمم، عشر سنوات يرجع إلى تلك البلدة التي خرج منها خائفا طريدا بعشرة آلاف مقاتل، وكأن الأرض تتزلزل من تحت أقدامه، حتى قال أبو سفيان عندما رآه عليه الصلاة والسلام قد عسكر بهذا المعسكر العظيم وأمر المسلمين أن يوقد كل جندي النار. ليش؟ لماذا؟ تخيل أن تنظر إلى عشرة آلاف نار، يخلع القلب هذا المنظر. أراد عليه الصلاة والسلام أنه إذا رآه الكفار قريش وهو الآن على حدود مكة أن يهابوا فلا يقاوموا فتحقن الدماء، فكان يحب أن تسيل الدماء عليه الصلاة والسلام، حتى دماء أي دم، حتى دماء المشركين. فعندما رأى أبو سفيان وخرج في الظلام وهو يستمع هذه الجحافل تأتي ورأى هذه النيران، فجاء إلى المعسكر خفية فرآه فسمع صوته العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الفضل بأبي أنت وأمي، ثم أخذ العباس يحادث أبا سفيان ويقول له أسلم ويدعوه إلى الإسلام. فقال له أبو سفيان لقد أصبح ملك، شوف الكلمة، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فرد عليه العباس يصلح له العبارة، قال يا أبا سفيان إنها النبوة مو ملك، أي ملك أي ملك يستطيع أن يفعل هذا الأمر؟ للقضية ملك وقيادة ما يستطيع بعشر سنوات في مجتمع قبلي، ولكنه أسر القلوب عليه الصلاة والسلام. فقال له العباس، قال إنها النبوة يا أبا سفيان مو الملك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة التاسعة من الهجرة، وفتح الله أو العاشرة، وفتح الله تبارك وتعالى له مكة، ثم بعد أن استتم واستقر الأمر له أمر بلالا أن يصعد على الكعبة، فصعد بلال، صعد بلال رضي الله عنه على الكعبة وأخذ يؤذن ويصدح بالأذان، وكأن أروقة المسجد الحرام تجيبه بأصداء صوته، موقف مهيب. لم يتمالك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما رأوا هذا الأمر وقد هدمت الأصنام، وهذا نداء الله الخالد يصدح به بلال على الكعبة، إلا أن ذرفت أعينهم بالدموع حتى اخضلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم فرحا وتأثرا بهذا الموقف المهيب.
فتح مكة، عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينته، حضرته الوفاة، أذن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام مسجن، يعني قد وضع على فراش الموت وقد غطي بعد أن فارقت روحه الطاهرة جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. فلما وصل بلال، لأن الحياة لابد أن تمشي، ليس هذا نهاية الحياة، إنك ميت وإنهم ميتون، لابد أن تبقى الحياة وأن تستمر. فلذلك وهو النبي عليه الصلاة والسلام توفي إلى الآن لم يدفن، حضرت وقت الصلاة، أخذ بلال يؤذن وهو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فعندما أراد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، تحشرج صوته بدموعه، خنقته عبراته رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه يقول بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فلم يستطع أن يكمل الأذان وقد تحشرج صوته بعبراته واختلط بدموعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واحتبس نفسه في نفسه ولم يستطع أن يكمل الأذان، فأجهش المسلمون بالبكاء، عرفوا لماذا حشرج صوته بالبكاء وخنقته عبراته لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ويأذن مستمر في هذه الأيام 3. كلما وصل إلى هذه الجملة أشهد أن محمدا رسول الله، بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحشرجت نفسه بدموعه وبعبراته. عندها طبعا أصبح الخليفة أبو بكر، جاء إلى أبي بكر وقال له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفني من الأذى، ما أستطيع، لا أستطيع أن أكمل الجمل، لا أتحمل، لا أطيق أن أؤذن هذا الأذان الخالد الذي يذكرني بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعذره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعفاه من الأذان، ثم أنه كان يحبه حبا عظيما رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه إذا رأى أبا بكر قال أبو بكر سيدنا، أعتق بلالا سيدنا رضي الله عن الجميع. فقال لي أبي بكر إذن لي وقد عفيتني من الأذان الآن، إذن لي أن أذهب إلى الجهاد، أن أجاهد في سبيل الله، أن أكون مع جند المسلمين لرفع راية التوحيد ولنشر هذا الخير العظيم على الإنسانية. قال إن تأذن لي أذهب. فقال الصديق رضي الله عنه تردد، لم يأذن له في بداية الأمر، فقال له بلال إن كنت يا أبا بكر إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، إذا كانت نيتك أنك اشتريتني لأن أبقى معك فامسكني أو فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله. فاقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرخص بلالا وذهب إلى الشام يجاهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أتته منيته. فقال سعيد ابن عبد العزيز يقول لما احتضر بلال، أي حضرته الوفاة، قال، وهو يقول هذه الكلمات الجميلة، يقول غدا على فراش الموت، هو الآن يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال فكانت تقول امرأته وهي تنعاه، قالت واويلاه في مرض موته، قال بل وفرحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم فاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا شك أنه سيكون في جنات النعيم مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فإن المرء مع من أحب كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم. ربما يكون يعني غدا إن شاء الله تعالى معنا صحابي آخر، غدا 28 عدل 28 غدا، نعم، ربما يكون إن شاء الله غدا في هذه السلسلة الدرس الأخير، حتى نختم إن شاء الله الدرس الأخير في آخر أيام رمضان فيما يتعلق بالدروس المستفادة من مدرسة رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.